السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهور ومستمعي قناة فيلم بكر عزيز. اليوم زيارة خاصة إلى حديقة الألعاب بمدينة أكادير، مكان يستحق الزيارة، مكان ننصح به جميع العائلات لأنه يتوفر على عدة ألعاب خاصة للأطفال وللكبار وللأسر بصفة عامة. هذا الفضاء يعني اللي يتواجد بجانب الملعب الكبير لأكادير، حتى لا أطيل عليكم نكتشف كل هذه الألعاب وكل ما يتواجد داخل هذا المتنزه بعد الفاصل. إذن هذا هو مدخل إكستريم بارك بمدينة أكادير. أيه، وكيف ما تتشاهدوا هذه لائحة خاصة بجميع الأثمنة المخصصة لكل لعبة داخل هذا الفضاء الجميل. الدخول فاش كندخلوا الإكستريم بارك كنوجدوا أول فضاء اللي كيتواجد على اليمين، وهو فضاء مخصص لترك الأطفال الصغار، يعني ان اللي عنده وليدات صغار كيخليهم في هذا الفضاء اللي كتواجد به عده العاب واللي مقابلين اطور متخصصه. كتخلي الوليدات ديالك في هذا الفضاء وكتمشي مثلا كانوا اطفال كبار وداكشي، كديروا جوله في الاكستريم بارك يعني كلعب وداكشي حتى كتسالي وكترجع باش تاخذ الابن ديالك. هنا يعني لاكيس فين تشري لي جيتون باش غادي تلعب، 20 جيتون كيدير 160 درهم، يعني الساعة يعني كل لعبة بشحال كتلعب، يعني كاين اللي كتلعب بجيتون، كاين اللي بجوج، كاين اللي بثلاثة، كاين اللي بربعة، كاين اللي بخمسة، على حسب.
الباساج فين هذا ديال Thank you.
على سلامتك.